بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا في باقة أفكار، أهلا وسهلا بكم معنا النهاردة في فيديو جديد هنستفيد فيه من منتجات الطماطم، لأن الطماطم دلوقتي متوفرة في السوق بكميات كبيرة جدا. أسعارها 4 كيلو إلى 5 كيلو ثمنهم بيجي 10 جنيه. سهل جدا إن أنا أعمل منها منتجات وأخزنها في الثلاجة وأستفيد بيها. عشان أعمل ده لازم الأول أفرز الطماطم وأقسمها إلى درجات حسب درجات النضج وحسب المنتج اللي أنا هعمله احتياجاته إيه من ثمار الطماطم. فأنا عندي درجات نضج زي دي مثلا، دي جزء فيها لسه أخضر أهي، دي تنفع للسلطات أو أحتفظ فيها بيها في الثلاجة لفترة طويلة. دي مثلا زاد النضج وبقت عصيرية، دي اطلع منها عصير او اعمل منها صلصة وكاتشب. دي لحمية جامدة فيها كمية لحم كبيرة جدا، دي ممكن اعصرها واعمل منها مربى للطماطم. يبقى انا هعمل منتجات كتيرة جدا، بس قبل ما اعمل المنتجات دي كلها لازم ابتدي افرزها واقسمها حسب درجات النضج واحتياجي كل منتج منهم عايز ايه. يلا بينا نبدأ. دلوقتي انا فرزت الطماطم، طلعتها 3 درجات من النضج. الدرجة دي الجامدة هي اللي انا هعمل منها المربات، التانية دول هما اللي انا هحتفظ بيهم في التلاجة عشان السلطات والاستخدام الطازج. وعايز اقول لكم ان انا لما اجي احتفظ بيها بعد ما غسلتها كده اسيبها تجف تماما لون ما احطها في التلاجة، دي اول حاجة. الحاجة التانية بسيب الكأس بتاع الزهرة الاخضر ده في الثمرة زي ما هو، علشان ده بيخلي الطماطم تحتفظ بجودتها لفترة اطول في التخزين عن لو انا شلتها وغسلتها وحطيتها في التلاجة. يبقى مهم جدا ان انا اخزنها بكأس الزهرة زي ما هي كده لو انا هحتفظ بيها طازجة لفترة اطول، 3 او 4 ايام للاستخدام. الطبق الثالث ده هو بقى اللي درجة النضج فيه زايدة قوي، بقى عصيري. ده اللي انا هعمله عصير وهعمله اكياس اخزنها في التلاجة، هوريكم دلوقتي ده مع بعض. دلوقتي انا عصرت جزء من الطماطم، عايزه اوريكم قوام العصير اهو، ده قوام العصير. انا لما بعصرها ما بحطش ميه معاها في اثناء العصر عشان يطلع العصير كده ما فيهوش ميه خالص، تمام. وبحط معاه ملعقه سكر وابتدي اعبيه في اكياس بالشكل ده. طبعا بحط في كل كيس الكميه اللي انا هحتاجها كل مره، غالبا يعني بتبقى حوالي 1/2 كيلو عصير كده اهو. بعدين بفرغ الهواء كويس واربط الكيس ده، اول كيس عصير عندي. انا بحتفظ كده بيه بالشكل ده في التلاجة لان اكيد استخدامه مش هيزيد عن مثلا 15 ل 20 يوم ويخلصوا، تمام. هوريكم الكمية هتعمل معانا كام كيس من دول. كده انا عملت كل الكمية دي معاكم، هحتفظ بيها في الفريزر. بس زي ما انا قلت شرط اساسي ان انا ما احطش مية اثناء عصر الطماطم. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اتخلص من كل البذور والقشر بصفيه كويس جدا. نمرة تلاتة، لما بعبيها في الكيس بفرغ الهواء كويس لكن بخلي فيه جزء فراغ هنا علشان اي سائل معروف انه لما بيجمد بيزيد في الحجم عشان الكيس ما يتقطعش ويفرقع بعد كده. يبقى انا هحطها كده في الفريزر، هحط كل الكميه اللي انا عملتها دي. وانا زي ما قلت دي بتحتفظ بيها مده 15 ل 20 يوم، مش بكتر لكن هي ممكن تقعد اكتر من شهرين ثلاثه. يبقى انا كده احتفظت بالطماطم بطريقه سهله بسيطه بدون غلي او اي طريقه تانية فيها مواد حفظ، بس ملعقه سكر في كل كيس. تعالوا نشوف الباقي هنعمل فيه ايه. لو ما عملتش لايك اعمل لايك وتعال نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنعمل مع بعض مربى الطماطم. انا جهزت الطماطم كده ان انا اول حاجة حطيتها في مية سخنة بعدين مية باردة عشان اقدر اقشرها. بعد التقشير احنا تخلصنا من كل بذور الطماطم اللي فيها.
المكون الثاني اللي انا هستخدمه هو ملح الليمون، هستخدم ربع ملعقة. المكون الثالث اللي هو السكر، وطبعا دايما كمية السكر بتبقى نص كمية الطماطم. هنوزن ده دلوقتي مع بعض ونشوف. كده الكمية طلعت عندي 1 كيلو و100 جرام بالظبط. كده هنحط 1/2 كيلو سكر، بس كده 1/2 كيلو، 50 جرام، يعني 550 جرام هنحطهم على عصير الطماطم. كده هنحط كل كمية السكر، نقلبها كويس. هحط عليها كمان 2 قرنفل، اول ما بنحط السكر بيبتدي يتفاعل مع الطماطم يسيل منها العصير. احنا هنسيبها كده ربع ساعة وبعدين نبتدي نطفيها على نار عالية، اول ما تغلي نوطيها ونهديها خالص. وقبل ما نخلص ب10 دقايق هنحط ملعقة صغيرة من ملح ليمون وجزء صغير من الفانيليا. لو انا حطيتهم من دلوقتي مع الغليان هتاخد طعم مر، مش هحط جيلاتين ولا اي حاجه. يعني انا ممكن كنت احط جيلاتين عشان يبقى مواد صلبه، او احط بيكتين عباره عن جزء من القرع العسلي مفروم، لكن انا هحطها كده طبيعيه ما فيهاش اي اضافات غير القرنفل ونكهه الفانيليا. هسيبها كده لما تغلي هنشوفها مع بعض بعد ما تستوي. كده الطماطم تشربت للسكر، ابتدت تسيل منها العصير. انا بصراحة عملتها بوتل كبيرة عشان انا عايزاها تطلع المربى بقوام جامد، ما هياش عصرية جدا او سايلة، لان ولادي بيحبوا الطماطم كتل او المربى كتل، سواء مشمش او فراولة او طماطم. هنرفعها دلوقتي على النار وهنشوف هتغلي ازاي. بعد ما ارفعها على النار عشان كمية السكر ما يحصلهاش كرملة او تتحرق، لازم يبقى عندي تقليب مستمر. كده انا هحط حمض الستريك الجزء الصغير او ده على الملعقة لكمية الكيلو اللي احنا حطيناها، وهنبتدي نقلب مع بعض. هستمر في التقليب لغاية ما يبدأ الغليان، وبعد كده اهدي النار واغطيها. هتاخد حوالي من 1/2 ساعة لساعة الا ربع على النار لغاية ما تستوي. كده استوت المربى بتاعتي، واضح طبعا ان لون اتغير والقوام اتغير. هعرفها اكتر لما الاقي ان انا لما امسكها ملعقة كده تنزل نقطة نقطة. دلوقتي احنا وصلنا للاستفادة من قشر الطماطم اللي احنا عملنا منها المربى، والازهار بتاعت او كؤوس ازهار الطماطم هنبتدي نستخدمها في ان احنا نستفيد بيها نعمل منها سماد كومبوست للنباتات. فهيبقى عندي كمان مكونين. المكون الثاني هو عبارة عن زرق الحمام اهو، المكون الثالث اللي هو زرق اغنام. هخلط الثلاثة مع بعض واحطهم وهنشوف دلوقتي اهو. اول حاجة هخلطها هو ده اهو، تمام كده. وعندي كمان كمية تانية في المطبخ اهي من قشر البيض والطماطم والبصل، هنحط عليهم زرق الغنم اللي احنا بنسميه كرك، واغطيها تماما.
كمان بعد كده هنحط باقي تفل او عصير الطماطم اهو. انا مش هغطيه ولا حاجه ولا هقلبه، هي الميه هتنزل لتحت بطبيعه الحال وهيحصل له تخمر. انا هسيبه كده 15 يوم بس، هغطيه بالغطا بتاع الجردل. قبل ما اغطيه هعمل ثقوب كده في الغطا وبعدين اقفله. وكده انا هاخد سماد كومبوست كويس جدا، هقلبه بعد 15 يوم واشوف استوى ولا لا، كل الحاجات اللي فيه اتحللت عشان تبقى عناصر مغذيه جدا للنبات. ويعتبر ده سماد عضوي لاي نبات عندي زرعاه في البيت في قصص، بيفرق جدا لما النبات ياخده في نمو النبات. هوريكم واحد انا عملته قبل كده اهو، اهو ده اتحلل كويس جدا، لكن كمان هسيبه اسبوع وبعد كده اجففه واستخدمه في القصص. اتمنى ان النتيجه تعجبكم وتستفيدوا بكل بواقي المطبخ او بواقي الخضروات اللي عندكم. يبقى احنا كده استخدمنا الطماطم، عملنا منها عصير، عملنا منها مربى، عملنا منها استفدنا من بواقيها او متخلفاتها، وعملنا منها سماد كومبوست. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش في لايك وشير لقناة باقة افكار، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا.